أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نستكمل معكم أخبار الصباح. نبدأ بأبرز العناوين. حماس تؤكد أن التعديلات على مقترح الهدنة ليست كبيرة، وإعلام إسرائيلي يتحدث أن الفرصة باتت منعدمة. إسرائيل تقصف مباني لحزب الله في عيت الشعب، وقلق أمريكي من تحول العنف على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة. اليوم مجلس الأمن يعتزم التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف حصار الدعم السريع للفاشر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، إذا نستكمل معكم أخبار الصباح ونبدأها من تطورات الهدنة في غزة، حيث أكد قيادي كبير في حماس لرويترز أن تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة. قال إن مطالب الحركة تتضمن المطالبة بثلاث مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار. أضاف أن المطالب تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. والقيادي في الحركة قال أيضا إن الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 محتجز فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم. القيادي كذلك أشار إلى أن التعديلات شملت المطالبة بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع من دون قيود. هذا وقالت صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية إن فرص التوصل لاتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت منعدمة في ظل ظروف معقدة. الصحيفة أضافت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التشاؤم يعم إسرائيل بعد رد حماس على اقتراح صفقة التبادل. ومن جهته وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء لقائه نظيره القطري بالدوحة، وصف بعض الملاحظات التي وضعتها حماس بشأن مقترح الهدنة بالقابلة للتنفيذ، قائلا بالوقت ذاته أن حماس كان عليها القبول بالمقترح كما هو. مقترح الرئيس بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، إذ يضمن المقترح إطلاق سراح المحتجزين ووضع مسار لإنهاء الحرب. تلقينا رد حماس على المقترح، وقد اقترح التغييرات بعضها قابل للتنفيذ، وبعض مطالب حماس بشأن الصفقة المطروحة لا يمكن تلبيتها. كان على حماس القبول بالمقترح المطروح على الطاولة كما هو. في سياق آخر، كشفت صحيفة دعوت أحرنوت أن قاعدة أمنية حساسة تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي أمان فشلت في اختبار الإجراءات الأمنية بعدما تمكن 3 أشخاص تنكروا بزي ضباط من هيئة الأركان العامة من الدخول إلى القاعدة وجمع بيانات سرية من داخلها من دون اعتراضهم. ووصفت الصحيفة الحادث بأنه فشل أمني خطير في إحدى القواعد الأكثر حساسية تابعة للجيش الإسرائيلي، كما أدت إلى توبيخ وسجن بعض المسؤولين. أما ميدانيا فتتواصل الاشتباكات العنيفة في المناطق الغربية من مدينة رفح. ذكر مراسل العربية أن غارات إسرائيلية نسفت أبنية سكنية وسط مدينة رفح مع إطلاق الزوارق الحربية النار على المناطق الغربية من المدينة. وفي وقت أو في وسط القطاع، ذكر الدفاع المدني في غزة أنه انتشلت جثث 3 قتلى بعد قصف إسرائيلي على مخيم صيرات وسط القطاع. أطلقت مسيرات إسرائيلية النار على مناطق في حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة. من رام الله ينضم إلينا مراسل العربية عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ أهلا بك معنا في أخبار الصباح. ضعنا في صورة آخر التطورات المرتبطة بالصفقة ما بين إسرائيل وحماس في هذه المرحلة، لأنه على ما يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة من وسائل إعلام إسرائيلية تشير ربما بانهيار هذه الصفقة.
نعم بالفعل، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن نتائج اتصال هاتفي مشترك بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا أعضاء حكومته، وأنهم خلصوا إلى أن مواقف حماس وردود حماس على المقترحات الأخيرة متشددة للغاية ولا يمكن تنفيذها، وأن الصفقة بانهيار أو شبه انهيار، وأن هناك تعويلا حاليا على بعض الأطراف العربية للضغط على قيادة حماس في الخارج للقبول بهذه البنود. صحيفة دعوت أحرنوت مثلا تتحدث عن 5 نقاط رئيسية تحدثت عنها حماس، وأن هذه النقاط 5 تنسف هذا الاتفاق، أهمها طلب حماس أن تكون الصين وروسيا وتركيا وسيطا ومراقبا لتنفيذ هذه الصفقة، أيضا رفض حماس أي فيتو إسرائيلي على أي أسير فلسطيني، لأن المعركة في النهاية معركة رموز، وحماس تريد إخراج بعض الرموز والقيادات الفلسطينية من السجون، وعلى ما يبدو إسرائيل تضع بعض الاعتراضات على هؤلاء، نتحدث عن 200 أسير تقريبا، حماس تريد من إسرائيل لا تضع أي اعتراض على ذلك. أيضا هناك بعض الأمور الميدانية، حماس تريد فك محور نتساريم وانسحاب إسرائيلي مباشرة من محور نتساريم الذي يفصل غزة شمالا وجنوبا، إضافة إلى تقديم موضوع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للمرحلة الأولى من الصفقة، وأيضا إطلاق سراح الأسرى في الضفة الغربية إلى الضفة الغربية وليس إبعاد أسرى إلى بعض المناطق. هذه النقاط الأساسية 5 التي تحدثت عنها صحف إسرائيلية، وأن الحكومة الإسرائيلية ترى فيها نسفا للاتفاق ويعني عدم قبول حماس لهذا الاتفاق، بينما حماس ردت أنها يعني أن ما قدمته هو أمور يسهل تنفيذها، وأن إسرائيل أساسا لم تقبل هذا الاتفاق ولم تعطي أي إجابة بالقبول، وأن إسرائيل لديها استراتيجية أخرى حيال قطاع غزة وهي السيطرة وإنهاء حكم حركة حماس فيه. ولافت أيضا عبد الحفيظ بأنه يعني تصريحات الأمريكية كما رأينا على لسان المسؤولين الأمريكيين يعني يقولون بأنه هذه التعديلات التي طلبتها حماس جاءت متوقعة ومعقولة، يعني هذا ما قاله المسؤولين الأمريكيين رغم التشاؤم الإسرائيلي. على كل حال دعنا من التطورات السياسية، ودتا أسألك عن التطورات الميدانية في الضفة تحديدا، لأنه كان هناك العديد من الأحداث في الساعات الأخيرة. نعم، الضفة الغربية قصة أخرى، ومع أن السلطة الفلسطينية تحاول دمج قضايا الضفة الغربية والوضع الميداني في الضفة الغربية في أي صفقة للتهدئة مع قطاع غزة، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك وتنفذ سياسة منفردة. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مدينة جنين ومخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة. منذ الصباح ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في جنين وتدمير غير مسبوق في البنية التحتية، هناك جرافات ثقيلة تقوم بتجريف الشوارع والطرقات سواء داخل المخيم أو خارجه، وأيضا هناك اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة، وهناك إغلاق كامل للمدينة والمخيم، على ما يبدو أن هناك عملية طويلة يعني تنفذها القوات الإسرائيلية في هذه المدينة، إضافة للأمور الميدانية الأخرى من عمليات اعتقال معتادة تنفذها القوات الإسرائيلية وأصبحت معتادة في مختلف المدن الفلسطينية. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ جعوان مراسل العربية، كان معنا من رام الله. نبقى في الضفة الغربية مشاهدينا، وكما ذكر مراسلنا القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بشكل واسع في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أجرت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. إلى لبنان هذه المرة، الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقاتلاته قصفت عددا كبيرا من المباني التي وصفها بأنها تستخدم من قبل حزب الله تحديدا في عيت الشعب جنوب لبنان. في المقابل قال الجيش أن صفارات الإنذار انطلقت هذا الصباح في بلدات شمال إسرائيل بفعل صاروخ اعتراضي تصدى لهدف اعتبر لاحقا أنه هدف غير دقيق.
تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق الحقيقة من تحول العنف المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على الحدود إلى حرب شاملة بحسب ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. تقرير أكسيوس قال أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة في لبنان. يقول المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من اندفاع إسرائيل إلى حرب مع حزب الله أو الانجرار إليها دون استراتيجية واضحة أو النظر في الآثار الكاملة لصراع أوسع. ننتقل الآن معكم مشاهدين على الهواء مباشرة لكلمة لأمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل لمناقشة خطط دعم أوكرانيا في المرحلة المقبلة. للموافقة على الخطة والموافقة على التعهدات أيضا، كما أننا سنفي بكل التزامات الناتو وكذلك المساهمة في تمويل الناتو. ما هي القضايا التي ستقدم في مقابل الولايات المتحدة؟ هناك جهد مشترك ونقوم بلقاء اليوم، وهذا التطبيق العملي لإيصال المساعدات الأمنية والتدريب وكذلك النشاطات التي تقوم الآن من مجموعة الاتصال. شكرا لك. هذا آخر اجتماع لوزراء الدفاع قبل القمة، كيف تصف ما هي القضايا التي تعتبر عائقا وتناقشونها من أجل قمة ناجحة؟ القضايا الأساسية هي أوكرانيا والردع والدفاع والشراكات، أيضا اليابان وكوريا الجنوبية. تحدثنا عن كثير من القضايا، وتوقع اليوم ويوم غد عندما نضع خطة لأوكرانيا، وهي ما زال هناك عمل كثير من أجل الوفاء بالتعهدات الدولية، وهناك 40 مليار سنويا، هذا هو التعهد، وهذه تقدم سنويا لأوكرانيا لأنهم بحاجة إلى ذلك من أجل ضمان أن يكون لديهم الموارد. إذن مشاهدينا، كما تابعنا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ تحدث عن دعم أوكرانيا وكذلك عن التدريبات النووية الروسية التي قال إنه يجب الاستعداد لها. طبعا قبل ذلك كانت هناك المزيد من التطورات خاصة طبعاً في علاقة روسيا بكوبا أيضا. خصوصا مشاهدينا، قبل ذلك الحقيقة وصلت 4 سفن روسية من بينها غواصة نووية إلى كوبا تحديدا في تدريبات تستمر لمدة 5 أيام. وفي هذه الأثناء أرسلت البحرية الأمريكية سفنا حربية وطائرة إلى سواحلها الجنوبية لمراقبة الأسطول الروسي، لأن البنتاغون كان أكد في وقت سابق أن تواجد السفن الروسية لا يشكل أي خطر على أمريكا. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفصل. في العراق، استمرار محاولات السيطرة على انفجار 12 صهريجا للنفط في مصفات غرب أربيل. أهلا بكم مجددا. في العراق، وكما نتابع الآن أيضا، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد قليل مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كيني، الذي يزور بغداد للمرة الأولى منذ توليه منصبه خلفا لحسين أمير عبد اللهيان الذي لقي مصرعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومع عدد من المسؤولين الإيرانيين في حادث سقوط طائرتهم الشهر الماضي. إذن كما نتابع على الهواء مباشرة
هذه هي الاستعدادات لعقد المؤتمر الصحفي. كذلك أيضا هناك مجموعة من الاجتماعات سيجريها نائب أو وزير الخارجية الإيراني بالإنابة خلال هذه الزيارة. من المقرر أن يجتمع مع رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان العراقي بالإنابة، ثم بعد ذلك سيتوجه غدا إلى إقليم كردستان للاجتماع مع مسؤولين في أربيل أيضا. نعم، سنكون طبعا مع هذا المؤتمر الصحفي حال بدايته، أو قد نكون إذا تسنى لنا ذلك، لكن سنبقى في العراق، حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في أربيل في تصريحات للعربية باستمرار محاولات السيطرة على النيران التي التهمت مصفات نفط على طريق أربيل كوير شمال العراق. وقبل ذلك أكدت وسائل إعلام عراقية أن عدد المصابين جراء الحريق وصل إلى 15 مصابا. معنا الآن مشاهدينا من الكوير جنوب غرب أربيل مراسل العربية أحمد الحمداني. أهلا بك يا أحمد، نرى يعني ألسنة اللهب وأعمدة الدخان ترتفع من خلفك، وهذا يعني يخبرنا على ما يبدو بأنه بالفعل هذا الحريق ليس تحت السيطرة بعد. ما هي الأوضاع؟ الحريق الذي تحت السيطرة هو أن الدفاع المدني نجح في تحديد وعدم انتشار الحريق إلى أماكن مجاورة، خصوصا ونحن في منطقة صناعية نفطية تضم عشرات من المصافي النفطية في هذه المنطقة الصناعية، وأن طبعا هناك خسائر في المعدات وأيضا إصابات، أكثر من 10 إصابات حتى الآن بين صفوف الدفاع المدني، وبالإضافة إلى احتراق سيارة إطفاء بالكامل، وأن الدفاع المدني ما يزال يدفع بتعزيزات من السيارات وأيضا من سيارات التي تحمل الرمال في محاولة لعمل سواتر في محيط أو المناطق القريبة من المجاورة مع للحريق. طيب، سأترك الصورة وربما يعني الصورة طبعا بألف كلمة يا أحمد، طبعا الصورة بألف كلمة، وربما يعني ما نراه الآن على الهواء مباشرة معك من غرب أربيل يعني تكشف الكثير. لكن السؤال أحمد الذي يعني هو مثار منذ ليل أمس وحتى الآن، لماذا هذه المنطقة تحديدا يعني يوجد بها الكثير من الحرائق؟ ليست هذه المرة الأولى التي يوجد بها حرائق كبيرة خاصة في مصافي النفط في إقليم أربيل، وهل هذا يشير إلى شيء ما، أو تحدثت السلطات عن أي تورط في شيء ما في هذه الحوادث؟ المنطقة منطقة صناعية نفطية تضم عشرات المصافي النفطية التابعة للقطاع الخاص، وأن القطاع الخاص عادة ما يعني معروف أنه يتهرب ويتملص من التعليمات السلامة وتعليمات الدفاع المدني ويتجاوز على الكثير من هذا في هذا الصدد، وطبعا مصادرنا تفيد بأن تماس كهربائي هو السبب الرئيس لهذا الحريق، وأن التماس الكهربائي لابد، وأن هناك سألت كثيرا من شهود العيان القريبين قالوا أن قوانين وتعليمات السلامة الصناعية ليس بالضرورة أن تلتزم فيها كل هذه المعامل والشركات النفطية ذات القطاع الأهلي خصوصا القطاع الخاص خصوصا، وأن بالمقابل كان هناك عدة جملة تعليمات مشددة من سلطات إقليم كردستان لهم، ولكن هناك من يتهرب ويتملص، وهذا الحريق هو السبب، تماس كهربائي بحسب مصادرنا، بمعنى أن لا بيان من الدفاع المدني حتى الآن، ولكن استقصينا الموضوع وكان هناك سببا هو التماس الكهربائي، وسبب أيضا آخر في فترة طويلة لعدم السيطرة على النيران منذ الساعة 8:30 ليل أمس حتى الآن، والسبب يكمن في أن المادة المحترقة هي مادة الإسفلت التي تأخذ وقتا طويلا في الاشتعال أكثر من البنزين وأكثر. طبعا هذا مفهوم بكل تأكيد، سنظل نتابع معك تداعيات هذا الحريق على مدار الساعات المقبلة. نشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد الحمداني مراسل العربية، كنت معنا من غرب أربيل.
ننتقل إلى السودان، حيث رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان. يطالب المشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز بوقف فوري للقتال ولإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم والسماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانا بالقيام بذلك. والآن مع أخبار الحج وتحديدا فيما يتعلق بأخبار الحج، كل عام وأنتم بخير. شهد مشعر منى هذا العام تطويرات شاملة بحسب تقارير حكومية، أبرزها دخول 11 مبنى سكني إلى الخدمة، يضم كل منها 4 طوابق مزودة بخدمات الاستقبال والإعاشة والمراقبة الأمنية لتسكين نحو 37 ألف حاج ضمن نموذج أولي لتحسين تجربة الحجاج. معنا الآن مشاهدينا من مشعر منى مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. أهلا بك يا عبد الرحمن، ضعنا في صورة هذه التحديثات، يعني كل ما جرى إدخاله لتيسير أداء مناسك الحج خصوصا في مشعر منى. نعم راوية صباح الخير، فعلا بدأ مشعر منى باستقبال الحجاج الذين سيقضون يوم غد يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية في مخيمات مشعر منى. هذا المشعر الذي تبلغ مساحته أكثر من 7 كيلومترات، 7.82 كيلو متر مربع. سأدع زميلي المصور وليد يأخذ بعض اللقطات. طبعا في كل عام يشهد مشعر منى العديد من المراحل التطويرية والمشاريع التي من شأنها توسعة موسم الحج أكثر فأكثر من جميع النواحي راوية، من ناحية الخيام، المستشفيات، الخدمات الطبية، اللوجستية. إذا ما تحدثنا عن أبرز التجهيزات هذا العام أيضا فيما يتعلق بأيضا مراعاة السلامة واشتراطات السلامة وأيضا تخفيف درجات الحرارة، مشعر منى يضم أكثر من 30 ألف رشاش للمياه لمكافحة الحرائق، أيضا يوجد أكثر من 3000 كاميرا مراقبة و 12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه. أيضا الخدمات الطبية في مشعر منى هناك أكثر من 97 مركز للإسعاف، هناك أكثر من 320 سيارة للإسعاف و6 طائرات للإسعاف الجوي و9 دراجات، بالإضافة إلى توفير 700 ألف متر مكعب من الماء يوميا في مشعر منى. الآن درجات الحرارة تقريبا 39 درجة مئوية، تصل في ساعات الظهر إلى 40 وربما 42 درجة مئوية. الحرارة هذا الموسم ربما ستكون درجة الحرارة عالية جدا، لكن في المقابل هناك رشاشات للمياه وأيضا محاولات لتلطيف الأجواء وأيضا توزيع للمظلات وحملات توعية ليتفادى الحجاج ضربات الشمس وأيضا لضمان عدم تعرضهم لأي وعكة صحية. هذه تقريبا راوية يعني تقريبا السنة 11 لي في موسم الحج. في كل سنة أقدم إلى مكة المكرمة أشهد تطويرات كبيرة واستخدام كبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، أيضا محاولة تيسير وتسهيل كل الخدمات لخدمة ضيوف الرحلة. يعني حتى عبد الرحمن تجربة التاكسي الجوي الطائر ذات القيادة، هذه التجربة التي تم تدشينها بالأمس، بكل تأكيد سنتابع معك على مدار هذا اليوم وأيضا مدار الأيام المقبلة. نشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد الرحمن العصيمي، وكل عام طبعا وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. إذن وصلنا مشاهدينا إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم ولهذا الأسبوع أيضا، نذكركم بأبرز العناوين. وأنا أستطيع أن أقول رغم الأثمان، حماس تؤكد أن التعديلات على مقترح الهدنة ليست كبيرة، وإعلام إسرائيلي يتحدث أن الفرصة باتت منعدمة. إسرائيل تقصف مباني لحزب الله في عيت الشعب، وقلق أمريكي من تحول العنف على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة.
اليوم مجلس الأمن يعتزم التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف حصار الدعم السريع للفاشر. كل عام وأنتم بخير. أخبار الصباح لهذا اليوم قد انتهت، نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله. بإذن الله نلقاكم ربما في ثاني أيام العيد مشاهدينا. كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.